ترون أيها الأحباء، يقوم نيافة الحبر الجليل الآن بتدرس بتفريغ كيس الزيت الذي تم وضعه العام الماضي تمهيدا لتغييره وانتظارا لوصول الزيت الجديد العام الجديد، وهو العام 31 ينساب الزيت من أيقونة السيدة العذراء باستمرار على مدار هذه الأعوام. وهذا الحدث هو تقليد سنوي يقوم به نيافة الحبر الجليل الآن بتدرس، ويرافقه أثناء تغيير الزيت مجمع آباء كهنة الكنيسة والشمامسة الخدام ولفيف من الزوار وشعب الكنيسة. يقوم نيافة الحبر الجليل الأنبا تدرس الآن بإفراغ كيس الزيت أسفل أيقونة السيدة العذراء تمهيدا لاقتراب نزول الزيت الجديد في شهر فبراير كالمعتاد، واليوم 2/1/2021 يتم الآن فك الكيس وسحبه من أسفل الأيقونة بينما يرتل الشمامسة التماجيد وتمجيد مديحة السلام لك يا مريم، تمجيد خاص
ومديحة خاصة بالسيدة العذراء. يا مريم يا رجاء المسيحية، السلام لك يا مريم يا زرع الطاهر المبرور، السلام لك يا مريم يا سليمة من الشرور، السلام لك يا مريم يا شفيعة في المؤمنين، السلام لك يا مريم يا صلاحا للخطيئين، السلام لك يا مريم يا ضياء في المؤمنين، السلام لك يا مريم يا طاهرة ونقية، السلام لك يا مريم يا ظاهرة بأجلبك، السلام لك يا مريم يا عروسة للديان، السلام لك يا مريم. وكما ترون الآن تم إفراغ الكيس وتم إحضار كيس جديد الآن يتم تركيبه. مريم يا قوية من قلوب، السلام لك يا مريم يا كنز الله المرغوب، السلام لك يا مريم العهد الجديد. يتم تعليق بشكل مؤقت الكيس الآن لحين الانتهاء من التمجيد، ويقوم نيافة الحبر الجليل الأنبا تدرس بالتنظيف أمام الأيقونة ويرشم الآباء الكهنة والشعب بهذا الزيت المبارك.